السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت لكم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن ديف نوتس اللي هي صار لها نازلة يومين وانا لسه ما حسيت فيها. طبعا اللعبة هلا كثير راح يعملوا شغلات جديدة، هذا طبعا الوعد اللي هلا ما كان يجي، بس ان شاء الله طبعا راح يحاولوا يغيروا كثير شغلات باللعبة للأفضل ان شاء الله، وهذا يعني هو الأمل لانه يحاولوا يسووا شغلات كثير كثير حلوه يخلوا الناس تضل تلعب طول اليوم وتضل مستمتعه باللعبه حتى لو ما عم تسحب على البانرات. انه نحن بدنا لعبه مو البانر هي تكون افضل شيء فيها، لا، الكونتنت والشغلات اللي فيها نلعبها جوا اللعبه هي اللي تكون احسن شيء، والبانر بتخليك تستمتع اكثر واكثر باللعبه. طبعا ان شاء الله انا بكره ممكن على الساعه 7 او 8 اعمل بث مباشر نحكي فيه. اول شيء نلعب الستوري الجديده، نلعب التور، وبعد هيك ان شاء الله راح نحاول كمان نخلص او نشوف شو الشغلات اللي نزلت باليابانيه ونشرح عنها مثل البانر تبع راجناروك وبعض الشغلات، مشان لما يجوا التحديثات هي على الجلوبال احنا اوريدي يكون عندنا معلومه او نعرف شو حيجي على اللعبه. بقى خلينا نبلش. طبعا اول شيء طبعا مثل كل مره شكرا لكم انه انتم موجودين معنا وهالشغلات. بقى عامل لك انه اليوم راح يقولوا لنا شغلتين كثير كثير مهمين. اول شغله بالنسبه لل عم يحكوا على الديف نوتس اللي قالوها بشهر 6 اللي هو انه هن عم يحاولوا يسووا يربطوا اليابانيه مع الجلوبال، بس شكلهم هلا راح يحاولوا يغيروا الطريقه تبعهم. هلا هو اول شيء كانوا انه خلص بدهم يخلوا اليابانيه والجلوبال كل شيء ينزل بنفس الوقت، بس عاملين لك انه شكله صعبه، بقى هيك راح يعملوا شغله غير. هلا ممكن يضلوا يحاولوا بالمستقبل انه يعملوها، بس حاليا فيكم تقولوا انه وقفوا او استسلموا. اعتقد لا، عم يحاولوا انه يعملوا شغله غير اللي هي شو. اعتقد راح يضل في شهر فرق بيننا وبين اليابانيه، بس راح يتغير شغله واحده اللي هي الانيفرساري. خلينا نشوف. during the this process the fact never a شو الهدف هو؟ لانه اليابانيه الانيفرسري تبعها غير الانيفرسري تبع الجلوبال، والهاف انيفرسري تبع اليابانيه غير تبعنا. يعني هيك ساعتها في اربع احتفاليات، احتفاليتين باليابانيه واحتفاليتين بالجلوبال. والشيء الغليظ بهي الشغله شو هو؟ انه انت لما تيجي الاحتفاليه تبع السنويه علينا اللي هو الجلوبال راح تحس مثل قلتها. ليش؟ انه اوريدي احتفلوا، يعني ما في شيء فريد من نوعه بالاحتفاليه تبع الجلوبال، انه كل احتفاليه صارت باليابانيه. فهلا راح ياخذوها بطريقه ثانيه، نشوف راح ياخذوها بطريقه ثانيه اللي هي شو؟ انه يحاولوا يخلوا تعال نشوف مثلا وين مكتوبه. ايوه هون اول فيستيفال. طبعا اول شيء عم يحاولوا انه راح يقول لك انه بالنسبه للفيستيفال كاركترز اللي هو 900 جيم، الشخصيات تبع 900 جيم ما راح يتغير موعدها او ما راح تنزل عنا قبل عندهم او عندهم غير عنا، لا راح يكون البانر نفسه والشخصيات اللي في جواتها قريبه من بعضها، ما راح يكون في اختلاف كبير، بس ممكن احيانا يكون في اختلاف بسيط مثل لما صار بالاحتفاليه تبع بان كان في شخصيات عندهم غير عنا. ليش؟ انه هي بتعتمد على التصويت اللي احنا صوتناه غير اللي احنا صوتوه، مشان هيك هي اول شغله. هلا راح يعملوا شغله شو هي؟ انه راح يصير الانيفرساري اوف جلوبال بيلد والكولد 7 ديدلي سينس انيفرساري واللي هي هاف انيفرساري. يعني راح يخلوا بالجلوبال واليابانيه احتفاليتين. الاحتفاليه الاولى اللي هي الانيفرساري تبع اليابانيه راح تنزل عنا وعندهم، وهي راح يكون اسمها 7 ديدلي سينس anniversary. لحظه وينها؟ the grand cross anniversary. ايوه called grand cross anniversary، يعني الاحتفال السنويه راح يكون اسمها grand cross anniversary، راح تكون موجوده worldwide. worldwide اللي هو راح يكون عنا وعندهم نفس الوقت تنزل احتفاليه. هي اول شغله. ولما يصير الاحتفاليه السنويه تبع الجلوبال اللي هي بشهر 3 او نهايه شهر 3 راح يكون اسمها 7 deadly sins anniversary، وراح تكون اسمها الهاف anniversary. يعني راح يصير في anniversary احتفاليه سنويه مرتين، واحده يسموها الاحتفاليه الكامله اللي هي تبع اليابان اللي هي اسمها grand cross anniversary،
والاحتفاليه الثانيه اللي هي راح تكون احتفاليه تبعنا اللي هي هاف انيفرساري، وهي كمان راح يكون الكونتنت والاحتفاليه بالاثنين، يعني راح يصير بدال اربع احتفاليات لا راح يكون احتفاليتين وبنفس الوقت. هلا ما بعرف اذا راح يكون بنفس الوقت بالضبط، بس الافضل انه اعتقد راح تكون بنفس الوقت بالضبط، وراح يكون في فن نيو كونتنت وجيم مودز. هو شايفين يعني هي انا هي الديف نوتس تبع شهر 6 وتبع شهر 7 عم يدققوا على شغلتين، عم يحاولوا يخففوا شوي من البانرز ويحاولوا هلا يبش شوي يعملوا دفعه للجيم مود، يعني انه كونتنت جديده واحداث جديده وطرق جديده للعب جوا اللعبه، لانه هاي الشغله اللي حاليا اللعبه شوي صارت بطيئه من ناحيتها. هلا هو عم يفسروا لك بالثانيه اللي هو this will apply on some same way to Korea or Japan build. There will be some different pace on each schedule, but all celebration will be provided anniversary event. Cool. أيوة. عم يقول لك أنه ممكن أحيانا يصير اختلافات بسيطة شوي بالجدول، بس الاحتفالات السنوية راح تكون كلياتها موحدة مع الثلاث أنواع، الجلوبال وآسيا هنن واحدة، والكورية والياباني هدول هنن الثلاثة اللي حاليا موجودين طبعا. وعم يقول لك في شغلات تانية اللي هو the fun doesn't schedule of upcoming content. هلا هي announcement، هي شغلات راح يسوي بالمستقبل. هلا الشغلات اللي عم يقول لك عليهم حاليا اللي ممكن تصير بالأشهر القادمة اللي هي ال tower of trials، راح يحاولوا يركزوا على ال tower of trials، الفاينل بوس، وكل يعني كل update راح يحاولوا يجيبوا شيء، مو والله كل updateين، انه هي كانت شغلة كثير كثير سيئة. وهلا عملوها بأول أسبوع اللي هو الأسبوع الماضي. هلا الأسبوع الماضي المفروض كانوا ما يجيبوا شيء، وأنا قلت إنه هي كانت فخ إنه ممكن يجيبوا شيء كتير قوي الأسبوع الجاي ويحاولوا يقول لك إنه إحنا أعطيناكم جمات مجانية الأسبوع الماضي. هي بانر ما حدا متوقعة، بس شكلهم لا راح يصيروا شو يعملوا إنه كل أسبوع بدل مثلا ما أسبوع ما يجيبوا فيه شيء وأسبوع يجيبوا فيه كل شيء، راح يحاولوا يوزعوهم، يعني كل أبديت يكون فيه شغلات. عرفتوا كيف؟ وهذا الشيء الحلو وهذا المفروض أصلاً اللي يصير من زمان، بس هلأ راح يطبقوا هذا الشيء. والشغلة الثانية أنه شايفين عمل لك أنه عم يحاولوا يركزوا كتير كتير على الأبديتات ويركزوا على الكونتنت، الكونتنت اللي هي مثلاً فاينل بوس، بوس باتل، نايت هود بوس، التاور، يحاولوا انه يوزعوهم طريقه انه الكل يقدر يلعبهم وما يكون في ضغط على الشخص انه باسبوع يلعب كل شيء والاسبوع الثاني ما يلعب شيء ابدا، وهذا اللي كان عم يصير الاشهر الماضيه. هلا لا راح يحاولوا يوزعوهم. هاي شايفين انه عم يقول لك انه we are planning to enjoy something new each week، يعني كل اسبوع انه يكون في شيء تستمتع فيه، مو اسبوع لا واسبوع ايه. upcoming event on July. هلا هي فكل هاي الشغلات الواحد واثنين شغلات اللي عم يحاولوا يطبقوها خلال الأشهر القادمة. أول شغلة اللي هي إنه الفستيفال راح يصير اللي هو أو الفستيفال اللي راح يكون نفسه، طبعًا مو معناها إنه الشخصية راح تنزل باليابانية والجلوبال بنفس الوقت، لا هي فقط راح يصير إذا كان احتفالية سنة ونص السنة، أما الفستيفالات الثانية راح يكون في فرق بينه وبينهم خلال الشهر. بالشغلة الثانية اللي هي الكونتنت راح يحاولوا يعملوا كل أسبوع بكل تحديث في شغلات نقدر نلعبها وشغلات جديدة نقدر نسويها، مو كل أسبوعين بس. البانر أعتقد راح يحاولوا يخلوها كل أسبوعين، بس الإيفنتات والشغلات هاي راح يخلوها كل أسبوع. وغير هيك هلأ الشغلات اللي راح تنزل هذا الشهر اللي هي سبيشال، أمين لك أنه راح يكون في نيو أوسلو أند هوك، وراح يكون في راح يبلشوا بالفان ارت كونتست اللي هي الشغلات اعتقد راح يعطونهم مجانا، راح يعطونا لبس لنيو هوك اند اوسلو وراح يعطونا لبس لهدول الشخصيات اعتقد بالبارت 2، انه هلا البارت 2 الاسبوع الجاي راح تكون. وشابتر 1 اوف ذا جراند اوريجينال سيريز راجناروك ويل بي سون ريليست، اعتقد هذا ب 20 الشهر عم يقولوا ب 20 7 راح ينزل، وراح يعطونا 100 جيم وشخصيه من راجناروك مجانا وكاستوم سيت كمان، يعني شخصيه ولبس. بعمل لك انه هدول الشغلات المهمه اللي راح تجي خلال الاسبوع القادم وخلال شهر 7 اللي هو اول شيء راح يعطونا فان ارت. هدول طبعا اللي مسوين هدول اللبس، ترى هدول مسوين لبس هدول اللي كان في مسابقه انك انت ترسم شخصيات، فهدول هن اللي يعني في هدول اشخاص عاديين هم اللي راسمينهم، طبعا اكيد بيكون مغيرين شوي فيهم
ديف اللي هو المصممين تبعت اللعبة، بس هذا أغلبه مسويهم تصاميم من لاعبين باللعبة مو من برا اللعبة. وعملكم بقى هلا راح يكون في راجناروك، وراح يكون في ايفنتات تاخذ منها مثل ذا تري ليكا ذا وورد تري تاور تو جيت جروث ماتيريال اند جريامور بوك وين يو ار جين ديبر اندرستاندينج اوف راجناروك يونيفرس. يعني راح يخلوا في شيء اسمه وورد تري اللي هو شجره العالم. شجره العالم طبعا ماخوذه من الاساطير اللي هو تبع شو كانوا يسموها اساطير، شو اساطير النرويجيه اسمها نورويج اعتقد نرويج اللي هو نرويج الفايكنجز وما فايكنجز وراجناروك اللي هو في شجره العالم. هلا لو اللي شايفين فيلم ثور شجره العالم موجوده، شجره العالم هي اصلا اللي بتربط بين العوالم عرفتوا، وانت لما الباير فروست تقدر تسافر من عالم لعالم عن طريق شجره العالم اللي هو ميدغارد وازغارد وهدول المناطق. طبعا حتى بالاساطير اليونانيه موجودين بس مو بهالطريقه، بس بالاساطير النرويجيه كتير كتير حلوه بالنسبه للعالم وشون متفرع يعني. وطبعا راح ناخذ ريورد كل يوم، هدول هن الريورد شيء حلو، وغير الجيمات وغير الشابتر الجديد اللي راح ينزل خلال شهر 7، وراح يكون في ذا كونتنت بلان تو بي. عم يرجعوا يحكوا بقى على اللي حكوه قبل شهر اللي هو لما كان البرودكاست موجود، بودكاست بقى هي الشغلات اللي راح تكون موجوده خلال شهر 7 وبالمستقبل. هلا ما في شيء والله اوفر راح يتغير، بس راح يحاولوا انه شو كل فترة وفترة يعني يجددوا الكونتنت. يعني هو عاملكم لازم خلاص صار سنة ونص اللعبة بقى لازم يبلشوا يجددوا شوي بالكونتنت تبعهم. هلا في كونتنت عم يقولوا عليها راح يغيروها اللي هي النايت هود، في راح يصير في نايت هود جديد او يعني بوس جديد، وراح يكون في بوسات بسيطة like a new legend final boss battle a new plan will share details schedule a new content operation amount. اوكي عم لك يعني راح يحاولوا يوزعوها الطريقه انه الجديد يستمتع فيها والقديم يضل عم يستمتع باللعبه حتى لو ما عاد عنده شيء يلعب فيه. وهي الشغله ذاكرين انه في ناس ما عاد عنده شيء تلعبه، هاي الشغله كتير كتير مهمه بقى. بس هذا هو يعني انا حاولت اشرح ان جنرال احسن ما اقعد اقرا ومللكم. هاي الشغلات اللي ان شاء الله راح ناخذها بشهر 7 وبالاشهر القادمه. طبعا بس ينزل التحديث راح نحكي اكثر، وكل ما ينزل تحديث بنحكي اكثر عليه. ومثل ما قلت لكم اذا بدكم ان شاء الله بكره بالبث بنحكي على الشغلات اللي اوريدي نازله باليابانيه وشو توقعاتنا بالنسبه لها بالبث تبع بكره. فبس هون بكون وصلنا للفيديو تبع اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه استمتعتوا في الاسفل من لايك للفيديو، وشكرا على القناه شاسوكم كل جديد مني. شوفكم اخر فيديوهات ثانيه، مع السلامه.